أولا الأول بمسي عليكم جميعا، مساء الخير. على حضرتك وعلى أستاذنا الأستاذ خيري العفو اللي فيك، وحشني جدا، وانت جدا والله يا وعلى حبيبي، أستاذتي العظيمة الأستاذة رجاء حسين، ربي يخليك ويبارك في عمرك. الموهبة العظيمة والفنانة الكبيرة اللي بالنسبة لنا هي مثل أعلى عظيم وفي الإبداع، وكمان صديقي وأخويا وحبيبي أستاذي الأستاذ أحمد سلامة، بمسي حبيبي يا عليك. حبيبي، يا سلام. الفل عليك، مساء الفل يا حبيبي. وعايز امسي على كل اللي قاعدين دلوقتي في البيت بيعانوا من ازمه الركنه والتجاهل. هنلوم مين؟ انا شخصيا بلوم الدوله. تمام. الدوله اللي هي ايه؟ اللي هي وزاره الثقافه، اللي هي وزاره الاعلام، اللي هي قطاع الانتاج اللي مات، اللي هي صوت القاهره اللي اندفنت، اللي هي مدينه الانتاج الاعلامي اللي اختفت وأصبحت مجرد استوديوهات، والمراد من تكوينها راح وضاع للأسف. مين مسؤول عن ده؟ مسؤول عن ده السيد المسؤول اللي المفروض هو يتوجه ويعلم تماما أن القوى الناعمة وأن الدراما المصرية هي أهم من أن أنا أفكر في التصدير والاستيراد. لا، أنا عايز عندي جوهرة اسمها الفنان المصري، عندي جوهرة اسمها الدراما المصرية. دي راحت فين؟ اختفت ليه؟ ليه الكم البطالة اللي حصلت الفترة اللي فاتت؟ فكرة الاحتكار شيء عظيم جدا، إن الدولة تسيطر وإن هي اللي توجه وتتحكم، ولكن هي تحكمت في الإنتاج بالمحسوبيات، تحكمت في الإنتاج الشلالية. أنا بناشد السيد الرئيس بأن هو، وهو أنا أعلم تماما، يقدر وقال في خطاباته أنه القوى الناعمة والفنان المصري هو سلاح قوي وسلاح مهم أن احنا نهتم بيه، نهتم بالأجيال الجديدة، نهتم بالوجوه الجديدة، نهتم بخريجين الأكاديمية، نهتم بأعضاء النقابات، نهتم بالمواهب اللي في المحافظات، نهتم تاني بالثقافة الجماهيرية. كل ده راح فين؟ نعم وامتى هنصحى من الغفلة دي؟ تمام. أنا مش بتكلم عني أنا. أنا بحمد ربنا إن خدت فرصة وإن وقفت قدام عمالقة واتعلمت واتوجدت. ولكن هأظل أنا عندي طموح وحلم إن أنا أستمر، ولكن لسه في ناس عندها مواهب. وفي مواهب عظيمة من كتاب زي الأستاذ محمد جلال عبد القوي وغيرهم، ومش عايز أذكر أسماء. الناس دي فين؟ الناس دي فين في مجدي الدراما؟ صابر ومصطفى محرم وفي كتير ناس كتير كتيرة، طبعا فيصل ندى، طبعا كل دول عندهم مسلسلات طبعا جاهزة وعندهم استعداد إنهم يشتغلوا الدراما بتاعتنا. ومصداقا لكلامك إن الفن، هم بيتناسوا إن الفن والقط كان مصدر دخل مصر، كل حاجة القطن والسلم في مصر. بالظبط. صح، القطن الاتنين دول والسلم اللي احنا عايشين عليهم. صحيح. والتسويق الخارجي، قطاع الانتاج كان عامل نظام عظيم جدا جدا طب مش جدا. الاستاذ مصطفى محرم فين بالظبط النهارده؟ انا اضمن منين اي مصطفى حد محرم؟ يعمل لي ده؟ وبعدين الاجور المتفاوتة يا استاذ علاء، 21 بالظبط مليون و21 قرش، ما حدش يقول ده. بالظبط بالظبط يا المساواة دي استاذ. لابد وان تكون، ازاي مفيش المساواة في الارقام الفن يا فندم؟ الخيالية دي. يعني كانت فاتن حمامة ده لما مهم، بتبقى ده نجمة مهم، فيلم، ده مهم. ايه؟ لما فاتن حمامة كانت عمرها ما بتبقى خدته. نجم، ما بتاخدش ال 20 مليون، بس نسبة وتناسب كان لها أجر مختلف عن حد بيقوم بدور اوكي، ثانوي. انا ما عنديش مانع، اه بس ما يبقاش التفاوت اللي ايه؟ واحد ساكن في الدور الارضي وواحد عنده عمارة مش عارفة ايه، ما تبقاش كده يا استاذ خير. هو انا عندي بس وجهة نظر في حكاية الأجور، ان انا مؤمن ان احنا بنعمل صناعة وتجارة بعد الفن. يعني بمعنى ان انا بعمل منتج فني عايز ابيعه، عايز انا منتج هحط فلوس على عايزها عيني ترجع وعلى بس. راسي يا استاذ علاء، بس ما يبقاش الاوحد، ما يبقاش بالظبط. الواحد او الواحده، ما ينفعش الاوحد، ما فيش ولكن حد بيعيش لابد. لوحده. أستاذتي كان في لجنة تقييم انا أجور اسف، زمان في قطاع ايه الإنتاج، انا مش هذه عايزين. اللجنة ايوه اللجان اللي بتحدد. ما احنا عايزين نرجع تاني لنفس الخطط الأولى
اللي مشي عليها اساتذتنا زي الله يرحمه الاستاذ ممدوح الليث. نعم. الاستاذ ده لما كان في انتاج، ما انت اتكلمت عن اتحاد الاذاعه والتلفزيون وكان بالضبط. عندنا قطاع الانتاج علشان كده المدينه بالضبط. دلوقتي فيها استوديوهات لكن ما عدناش بننتج. طب عملتوا الاستوديوهات بتعملوا بيها ايه؟ طيب استاذ علاء، استاذ علاء انت شايف جزء من حل المشكله في عوده الكتاب الكبار اللي بيكتبوا لنا قصص حياتيه اجتماعيه للمجتمعات الجماعيه لان هم يظهروا تاني للساحه ويكتبوا، هي دي الادوار اللي ممكن تكون بتتوزع؟ هل هذا معقول يا جماعه؟ اوكي أنا طب رايك ايه في القرار بتاع اتفضل رايك ايه بعتذر في القرار او الاتفاق اللي تم مؤخرا بين النقابه وبين الشركه المتحده، وهل تعتقد ان ده جزء من حل المشكله؟ والله هي محاولة لحل المشكلة ومحاولة لحفظ ماء الوجه. طب كويس ان ولكن بنحاول كويس ان في محاولة. في محاولة. اه. ولكن وبعدين اجتماع وورق يتكتب وتقنين وبعدين وبعد احنا عايزين عملي، العملي الدولة تنتج. تنتج وتبيع وتشتري. عملية الإدارة أيضا محتاجة إعادة نظر وتصحيح للتولز بتاعتنا أو بالزبط. الأدوات بتاعتنا الخاصة بالإعلام. طيب التواصل بينكم وبين الفنانين التانيين اللي ما بيشتغلوش حاليا، أنتوا حاليا كلكم بتتواصلوا مع بعض ولا العلاقات برضو متباعدة؟ يعني بتناقشوا بعض في نفس المشاكل اللي بتعيشوها؟ أنا بحاول أشتغل. بمعنى إيه؟ أنا عملت من 2010 شركة إنتاج صغيرة كده بعمل فيها تجارب صغيرة، بحاول إن أنا أشغل على نفسي وشغل الاخرين اللي هم مفروض هيتوائموا مع علاء ونعمل حاجه لطيفه ونعمل فيلم صغير ونحاول ننزله في السينما ونحاول نبيعه، نعمل مسلسل صغير. بحاول بقالي بالظبط من 2010 لحد دلوقتي بعمل المحاولات دي، ويمكن فيها تجارب عدت بشكل لطيف وفيها تجارب انا خسرت فيها وفيها تجارب اتعرقلت فيها، ولكن انا مصر ان انا اشتغل. انا مش هنتظر حد يرفع سماعه التليفون عشان يقول لي تعال اشتغل، ولكن بقول لهم سيبوني اشتغل، سيبوني انا اشتغل. طب خليك معانا يا استاذ علاء. يعني إيه اعمل بروتوكول مع نقابه الممثلين والسينمائيين والموسيقيين ونتجمع مع رؤوس هذه النقابات الفعالين ونعمل احنا شركه خاصه صغننه نشغل اللي ما بيشتغلوش. التمويل موجود ولكن اللي مش موجود البيع التوزيع. أيوة. افتحوا لي قناه ازيع عندك بالاعلانات حتى، بس خلينا اشتغل.